السلام عليكم. يسألونك عن الحياة. الحياة نفس، الحياة قبس، الحياة دروس واستخلاص عبر، الحياة تجارب، الحياة آلام وآمال، مسافات طوال بأميال، عذابات تترك أثرا ورواسب تهد الجبال، صنوف من صدمات وغدر الرجال للرجال. الحياة نحياها كما هي. أين هي؟ هذه زيف في الصدقات، خيانة للأمانات، نقض للعهود. صارت الحياة متاهات. أين القيم؟ أين الصدق؟ أين الوعود؟ وكأن الكون كله من أجل المال مال. هل بقي فينا شيء من الأخوة؟ وقليل من النخوة، ذرة من كرامة أو كبرياء؟ هل انقطع الرجال؟ هل دكت فعلا الجبال؟ ترى ماذا سيقول عنا ذلك الجيل القادم اليوم وسريعا غدا؟ هل سيطرح نفس السؤال؟ إلى اللقاء.